73 حتى النص النهار. هادي زوم 73 حتى نص نهار مواصلين معكم إن شاء الله. بعد شوية باش نمشي ونحكيو على تفاصيل حالة الوفاة للمسن المقيم في دار المسنين بالمكني إن شاء الله ربي يرحمه اللي توفى بي كوفيد 19. نشوفوا بعد شنو أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها لحماية باقي المسنين، وإن شاء الله يا ربي تكون هي حالة الإصابة الوحيدة ولا حالة الوفاة الوحيدة زادة في الدار هذي. سينو توا باش نقعدوا في سوسة باش نحكيو على عملية براكاج صارت لمرأة في الأيامات اللي فاتت مع اللي فاتت تقريبا، والعملية هذية فيها هكا شوية سوسبانس نعرفوها على طريقة الأفلام البوليسية، ما خلى بعد المرأة مسكنا تقريبا تتعرض لتشويه في وجهها وعملية حرق لشعرها. تفاصيل نعرفوهم تتسويت مع والدة الضحية في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. صباح الخير مدام. صباح الخير عسلامة. مرحبا. دونك الحمد لله على سلامة البنية ساعة أولا. عايشك يخليك. عايشك به. كيفاش صارت الحكايه هذه البركاج وقتاش تعرضت له بالضبط وشنو التفاصيل نتاعو؟ نهار ثلاثة بنتي تخدم على روحها فتره البوز نتاعها هي واختها وصاحباتها اللي هي في نفس البلاصه يخدموا، ومن بعد هزت دوسياتها وهابطه لمحكمه الناحيه باش عندها خدمه باش تخدمها. تفارقت هي واختها، هبطت هي واختها، كل واحده ماشيه للبلاصه باش يخدموا على كملوا خدمتهم على رواحهم. هبطت على اساس تزرب خاطر يخدموا على وقتين، هبطت باش تمشي تقدم دوسياتها في النهار هذايا تعرضت هي وعاون امن غادي كتسميه قد تحكي هي وياها على ما يجيبهم وينقصهم، وهي ديجا عندها قضيه هي وطليقه هذا، قال شو عملت وين وصلتوا في الحكايه. بعد كملت سنيتها على روحها، هي فاتت شويه ووقفت كرهبه فيها زوز رجال، واحد منهم يعيط لها بالاسم، لابسين بافيتات نتاع مكتوب عليهم شرطه وفيهم السيكل نتاع الشرطه، يعيط لها باسمها يا اميمه يا اميمه راهي خلود اختك عملت اكسيدون هاي في الدوره هنا، شوف دخلت عليها شوف ما دخلتش. طلعت في الكهرباء وجست معناها ما طلعت هزت التليفون باش تطلبني باش تقول لي يا خلت عليا السبيطار راهو معناها خلود عملت وهما خاطر بطبيعتهم يخدموا غاديتا مع عون الامن، وفما جريتا نتاع حراسه غادي يونا الخدمه ما جاش لبالها اللي مثلا فما لعبه ولا فما حكايه. دوبا ما طلعت في الكهرباء غملها راسها بالخمار نتاعها خاطر بنتي مدينه، ونحالها التليفون وحتى لها حاجه حديد خاطر ما راتش شنيا حاجه حديد في جنبها، وقالت تتكلم نحشي فيك سكينه. يا لطيف. بعد مشيت بها للكهرباء معناها ملا مش بتراجي قصيره مش وهي ما تعرفهمش مدامه حتى ما تعرفتش على ملامحهم ما تعرفهمش لا ما تعرفتش عليهم خاطر لابسين بافيتات. كلموها لابسين بافيتات ما نجمتش وهي بالربس على اختها ما نجمتش اللي باش تفرج شكون والا تساله. مشيو بها تراجي مش طويله عام متوسطة تراجي حسيل، وبعدها بتوها في بلاصة خالية فيها كان زيتون، وقالت لي ما شفتش كان زيتون وبلاصة فيها قرد هكا معناها مش مسكونة بلاصة خلايا حساك. دوبا ما هبطوا وقفوا الكهرباء هبطوها لوطة الكهرباء بداوا يضربوا فيها بساقيهم بالمشط على بدنها الكل وما كلموها حتى كلمة. بعد واحد منهم هكا نحالها الفولار نتاعها وقشعلها راسها الفوق شادة مش عارف قطعلها في شعرها وبدا بحاجه مش لام ومش حاجه حاده حسيلو بدي يشلط فيها في وجهها هكا من الوجيعة مسكنا بنيتي مش تحز على وجهها بتتعرض بيديها باش تغاطس تعرض على وجهها بيديها كيف كيف عمل لها يديها ضرب لها يديها كلها مضروبه وبدا يضرب فيها بساقيها على كلاويها لان مرتها وجهت لا هي دايخه لا هي فايقه معناها وقعدوا هكاك ما كلموهاش جمله الكلام. وبعد شد الاخر بعد ما كمل عليها ضرب لها في وجهها شدها بالبريكيه حرق لها في شعرها كل حاله هستيريه هكا يضحك وشيخ من اولها حرق لها في شعرها يحرق ويطفي لها في شعرها وهي كالعاده معناها تصيح وتعيط وبربي سيبني بربي سيبني. واحد فيهم بعد شويه هكا يتكلم في التليفون وهذا اللي كان يضرب فيها قطع على سوريتها وحب يتعدى عليها. جه الاخر جبدوا من تالي وكلام خايب ويكفر عليه ويقولوا لا ما تمسهاش خاطر سي ديجا جه تليفون في الوقت هذاك طلعوها من بعد الكهرباء وجابوها قصوا بها من بلاصه الزيتون هذاك مش من نفس السنيه اللي جابوها منها وطيشوها لنا والمسرق قريب دارنا حسيلو طيشوها في المسرق هذاك عريانه من غير فولاره من غير ساك من غير تليفون
ما في حتى شيء. طيشوها فتيش كيكة في دموماتها. بنيتي لعافك كيفاش تروح لها حتى شيء، قصت الزيتون على ساقيها وروحت لدارهم في حالة ما نحكي لكش. وأحنا في الوقت هذيك سيدي جا في المنطقة، أحنا سيدي جا شكينا بعدين مع أعوان الأمن وقاعدين قايمين بواجبهم، يرحم والديك ووالديهم وعروفاتها وجماعتها الكل، معناك قاعدين نحركوا عليها. هي في الوقت هذي مع جماعة هذوما كيسيبوها سيدي جا، أحنا ما ليناهاش. جانا تليفون وأحنا في المنطقة، جانا تليفون هي تسيبت العملية. مدام أنا حسب ما سمعت منك توا تفاصيل، تحسها أنت عملية براكاج نجم تكون، مش حاجة أخرى معناتها نجم تكون تصفية حسابات؟ لا براكاج، براكاج باش يخطفها، باش يفك لها مثلا ذهباتها، باش يحي لها فلوسها، باش هما لا كأنها جاية تصفية حسابات شخصية هذه. أي هذا حسب ما أني نرى تصفية حسابات. خاطر باش يبراكي باش يطلبها يقول لها شنو عندك، باش ينحي لها مثلا بلالتها شركتها خواتمها، مش باش معناها مش يقعد يضرب فيها يهبطها ويضرب فيها ويحرق لها في شعرها ويشلط لها في وجهها. وما كلموهاش جمله، ما نطقوش جست وقت اللي حبيت عاد عليها الاخر كلم صاحبه قال له ابد عليه، هي ما كلموهاش بالكل. هذا في عز النهار سار مدام هكا؟ ساعتين متاع النهار، ساعتين متاع النهار في قلب سوسه. سيبوها حكيت 5:30 6. بنتك اليوم حالتها النفسية صعيبة أكيد، احنا كنا حكينا حبينا نسقوا معها هي باش تدخل، ولكن نفسانيا صعيب شوية انها تنجمت. حالتها نفسانية تعبة على الاخر، اليوم تديجا صبحت ناسية كل شيء، تقول لك انا ما عرستش وانا ما طلقتش وما صار لي حتى شيء، واليوم جبدلها على الحكاية هذية تقول له انت شكون، ولا لا اني لبس عليا لبس عليا ما عندي حتى شيء. انتم واجهتوا التهم عند الطبيب باش نزوه؟ واجهتوا تهمة ربما لحد يعرفها لطليقها مثلا، ولا شكية متاعكم فانا إطار كنت؟ احنا شكينا جست باش ناخذوا حقنا، ما شكيناش بحد معين، ما اتهمناش بحد معين، احنا ما عندناش مشاكل مع حتى حد، ما عندناش عداوة لا في عيلتنا لا هي لا في خدمتها لا في الانتوراج نتاعها، كان مع طليقها اكاهو ديجا هو يهدد فيها، يبعث لها في الميساجات، يحط لها في اوراق تحت البيرو نتاع تهديد. قبل ديجا كلمها قال لها عندنا الاوراق الكل وعندنا الوثائق الكل ما تثبت، قال لها نهايتك قربت يا اميمه حذر روحك. معناتها وصلها تهديد من طليقها؟ وصلوها برشا تهديدات وعندنا كل شيء موثق، معناها ما عندنا حتى مشكله مع حتى حد، احنا حتى كي شكينا ما شكيناش بحد معين، شكينا جست بنتي تاخذ حقها، بنتي ما تقعدش هكا اللي صاير فيها توا، ما نتمناها على حتى حد، ما نتمناها على حتى وليا. ان شاء الله ربي يلطف بها. هي اليوم حالتها النفسيه صعيبه، ولكن زاد حتى وجهها ظاهر لي فما برشا تشويه في وجهها من برشا بعد تشويه، برشا بدنها ايديها رقبتها وجهها. دجاجة صباح قامت بتغدر المرأة تقول يا ماما شبي وجهي هكا شبيني شنو اللي صار لي علاش انا هكا، حتى جيراني اللي جيت عليها ما تحبش تخرج، حتى حد ما تحب تروح حتى حد. ان شاء الله باللطف عليها وان شاء الله ربي يشفيها وترجع لك كيف ما كانت. شكرا ليك مدام على مشاركتك. عايشك يخليك ربي يفضلك. انا ديجا انا ما طالبه حتى شيء، جست حق بنتي يظهر، ما نحب حتى شيء، نحب بنتي تكمل تعيش حياتها عاديه. انا ديجا خايف عليها، ما نحب حتى ما نخمم حتى اني باش نبعثها لا تخدم لا حتى شيء، خاطر بالحق اللي وصلت له هذا لا عمره لا صار لنا ولا نتمناه كما قلت لك يصير لحتى وحده. وما تمش القبض عليهم مدام الزوز اللي حاولوا وجهتها؟ لا ما تمش القبض عليهم، حتى طليقها طلبوه في التحريات والتحقيق ما حبش يجي وانكر قال مش انا وما نجيش وما حبش باش يظهر جمله. شكرا لك مدام على التدخل نتاعك، ان شاء الله باللطف كما قلت على بنتك، وان شاء الله ربي يشفيها. ردوا بيكم على رواحكم الناس الكل على خاطر هاكم تشوفوا ساعات في اطار ما نحبش انا الحكايه مازال تحت انظار القضاء والابحاث الامنيه، ولكن اللي يظهر حسب التقريب انه ماهوش براكاج عادي، دونك ردوا بالكم. حتى كان براكاج عادي ما يوصلش لدرجه انه يتحرق الشعر وتتشوه يتشوه الوجه اللي باش يهز بورتابل ولا هز فلوس. ما السيناريو كانوا محبوك شويه، اختك عملت اكسيدون يعيطوا للبنيه بالاسم، انتحال صفه لناس تكون معاها في محيطها المهني، دونك سيسر ويحكم العبيد الكل. ان شاء الله باللطف على البنيه هذيا، وان شاء الله يا ربي نحاولوا نجموا نخرجوا الليمات هذوما في امان، على خاطر توا ولات الدنيا تخوف، حتى حد ما عاد ينجم يخرج مرتاح والا يكون معناتها اليز هكا في الشارع يتحرك بحريه. مالوغوزمون الحرابش والا المخدرات
تأثيرها ولا يطال الشباب ولا يخرج عن إطار. ولا خطر اليوم نحكي على عملية اختطاف تحويل وجهها وتعذيب هذي اللي صار للبنية، وحمد الله ما صارش عليها اعتداء في الأخر. 10:52 كانت هذي حكاية البركاج اللي صار في سوسة ليمات اللي فاتت. بعد شوية باش نمشي ونحكي على الخنازر اللي كنا نحكينا عليها مقبل في بلدية طبولبا، ولكن اليوم الخنازر هذي توسعوا شوية بمعتمديات مجاورة لمعتمدية طبولبا. التفاصيل نعرفوها من بعد شوية في زوم 73. زوم 73.